يمكن أول حدث ليا رئيس لجنة شباب، وطبعا بشكر مجلس الإدارة على الثقة دي، وإن شاء الله نكون قدها. والتيم وورك بصراحة في كل الفروع يعني هايل. فالنهاردة دي النسخة التانية، السنة اللي فاتت اتعملت بطولة البادل. احنا شارك في النسخة دي 47 فرقة على مستويين، ادفانسد اللي هم المتميزين، والبيجنرز الناس المبتدئين. النهاردة بنلعب السيمي فاينل والفاينل، يعني شايفة انه في اقبال جميل، اعداد كبيرة، يعني الناس كلها بتشكرنا على الحدث ده. يعني اكيد النادي طبعا بيتهم، فلازم يلعبوا فيه ويتبسطوا فيه وبيشيدوا فعلا بالاجواء. يعني احنا النهاردة بنحتفل بقى باخر يوم في البطولة، هو ان شاء الله النهاردة بنلعب سيمي فاينلز والفاينلز. احنا اشترك في البطولة 47 فريق على مستوى الثلاث فروع. احنا بنتكلم ان يعني النادي الاهلي كله حاجه واحده، فبنتعامل ان احنا يعني حتى دور ال 16 بيتلعب، بنتكلم ان احنا جزيره وزايد ومدينه نصر كلنا في دور ال 16، احنا مش بنفرق بين فرع والتاني، كلنا حاجه واحده. الحمد لله يعني بكلام الناس ان هم كانوا مبسوطين معانا واحنا كنا مبسوطين معاهم جدا الحقيقه. الناس كانت محترمة جدا، الشباب لجنة الشباب ما فيش حد فيهم ما عملش يعني دوره، ما فيش حد فيهم أثر. السنة دي الفرق الموجودة يعني المستوى أعلى شوية، والناس بدأت تشارك أكتر، وفي يعني جمهور أكتر، والتنظيم كان أحسن شوية من السنة اللي فاتت. فشايف إن دي تالت بطولة، كان في واحدة قبل رمضان وكان في واحدة في رمضان، دي التالتة. فشايف إن كل سنة الموضوع بيتطور أحسن. يعني الصراحة هم فلكسبل جدا، وفي حاجات حتى كنا إحنا مواعيدنا مش مناسبة كانوا بيحاولوا يعملوا يعني يوفقوا مواعيد الناس على قدر المستطاع، لأن رمضان المواعيد فيها ضيقة قوي. فلا التنظيم الصراحة كان هايل يعني، والناس عملت مجهود كويس قوي. دي أول بطولة ليا في نادي الأهلي، ما لعبتش اللي فاتت، ودي أول مرة ليا في نادي الأهلي من ما كان عندي 5 سنين أجي النادي. فبالنسبة لي كانت حاجة اللي هو أشوف النادي بعد آخر مرة سبته في الطفولة. يعني الصراحة التنظيم جميل جدا كمواعيد وككل حاجة. يعني يمكن لعبت كذا بطولة بره، ما كانتش المواعيد احسن حاجه، كان في وقت كبير ما بين الماتشات الكلام ده، لكن ما شاء الله البطوله دي متنظمه حلو، ماتشات كلها ورا بعض، ما فيش جابس ما بين الماتشات كبير قوي. السنه اللي فاتت انا شاركت في البطوله، كنت مدير لجنه التحكيم، وبرده السنه دي ان شاء الله برده التحكيم. هو السنه اللي فاتت كان كل مستويات واحد، لكن السنه دي احنا قسمنا، كان في مستويات ادفانسد وفي مستويات بيجينرز، ده بس الاختلاف. وبرده كان في برده ان احنا ضفنا كمان ده فرع ثالث اللي هو ده فرع زايد، شارك معانا برده، دي اول مره ان هو يشارك فيها معانا. بالنسبه لعدد المشاركين، لا يعني احنا 47 فريق مشارك على مستوى كل الفروع ده اولا. وبالنسبه لبطوله السنه دي، لا هو طبعا هو التنظيم على اعلى مستوى ده اولا. ثانيا مستويات اللعيبه السنه دي، انا اتفاجئت الصراحه من بعض الفرق مستوياتها عاليه جدا. و يعني في الاول وفي الاخر يعني نقول مبروك للي هيكسب وهارد لك للي طلع. كانوا تواصلوا معايا من الاداره بحيث ان انا اشارك وامسك هنا التحكيم، وكان التنسيق الصراحه على اعلى مستوى، والماتشات كلها كانت ما شاء الله يعني ممتعه جدا، والروح هنا كانت جميله جدا، فانا كنت مستمتع، ودي كانت تجربتي الاولى هنا، فيعني انا فعلا مستمتع بالتجربه دي. التنظيم هنا بصراحه كان مستوى عالي قوي، فهي لا ما تقلش طبعا عن اي بطوله بتحصل بره. والرولز هي اللي بتحصل، بيبقى طبعا في الجروب ستيج بيبقى فيه الاول شورت سيتس، وبعد كده ما بيتاهلوا، وبعد كده خلاص بيبقى فيه تو سيتس، وتو سيتس بيبقوا لونج وهكذا يعني. بس فبيبقى ليها رولز طبعا من البدايه لحد دلوقتي، بتختلف الرولز طبعا كل ما الفرق بتعلى كل ما الرولز بتختلف شويه. احنا دي كنا مقسمين البطوله بيجنرز وادفانس، فالاقبال كان كبير قوي على البيجنرز والادفانس، والبيجنرز كانوا متقدمين قوي في المهارات بتاعتهم، والادفانس برضو كانت الكومبيتيشن ما بينهم كبيره قوي، والماتشز كانت حلوه والبوينتس كانت كبيره قوي، وفي سيتس كانت بتطول، فكانت الحمد لله كانت موفقه. يعني هي لجنه الشباب السنه دي في رمضان ده احنا كنا حريصين انها يبقى عندها تو ايفنتس، فعندها دوره البادل الثانيه اللي هي الفاينل احنا فيه، وعندها فاينل كوره ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في الشيخ زايد. دوره البادل احنا كنا حريصين انها تتلعب على تغطي كل فروع النادي، فلعبنا في زايد والجزيره ومدينه نصر، والتجمع جم لعبوا هنا في مدينه نصر، وخلينا الفاينل يبقى هنا ان شاء الله في مدينه نصر كده يغطي كل. احنا كلجنه احنا يهمنا ان الاعضاء يتبسطوا، فكنا حريصين احنا نوسع قاعده المشاركه، فالحمد لله 47 فرقه طبعا اكتر من السنه اللي فاتت، و
قسمناها على مستويين ادفانسد وبيجنرز بحيث يبقى فيها شويه تنافسيه كده لا الحمد لله لا يعني بطوله. بصي عايز اقول لك نجحت اكتر ما كنا احنا متوقعين. دي تاني دوره الحقيقه ليا. رمضان اللي فات لعبنا دوره وطلعنا مركز تاني، يعني كان نصيبنا مش احسن حاجه، بس الدوره دي الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا الاول. الدوره الحقيقه السنه دي مختلفه شويه، العدد الفرق اكبر، التنظيم احسن كتير، معمول على 3 نوادي، يعني كل يعني زي نقول عائله الاهلي، يعني كل النوادي اشتركت فيه سواء اهلي مدينه نصر او اهلي الجزيره او اهلي زايد. الدورة كانت جميلة جدا، الأجواء كانت لطيفة، الناس كلها اتبسطت، وإن شاء الله تتكرر تاني بإذن الله. دي أول مرة أشارك، بس أخويا شارك السنة اللي فاتت وبصراحة تحمست جدا إن أنا أخش. التنظيم بصراحة كان جميل قوي وبس، والروح أصلا والتحكيم كل حاجة تحفة، مفيش أي غلطة.